السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شلونكم؟ كل عام وانتم بخير. طبعا بلش شهر رمضان المبارك، ولا يعني احنا صار لازم ننزل مقاطع لانه المونتاج صار صعب وكل شيء صار صعب، فلازم نحدد بالايام لما ننزل فيديو. طيب يا جماعة، هلا بمناسبة شهر رمضان المبارك احنا رح نساوي برنامج. هذا البرنامج هو ربح وخسارة، يعني تقريبا هيك فيك تقول. فخلال هذا البرنامج هو بيعرض تقريبا حوالي كل يوم في شهر رمضان المبارك فقط. طبعا يا جماعة بتمنى منكم تشتركوا بالقناة قبل كل شيء. طبعا لفظ خطأ، الله سبحانه وتعالى أنعمنا بهاي النعمة رمضان نصوم نقرأ القرآن والصلاة. طبعا بتمنى والله العظيم اني صايم يا جماعة. لا مو من الشيء، والله العظيم صايم. طيب خلينا نكمل بموضوعنا يا جماعة. بتمنى منكم الاشتراك وتفعلوا زر التنبيهات قبل ما نبلش كلامنا، وتفجر ام التعليقات لانه ما عم شوف اي تعليق. صحيح موقف التعليقات وانا بعرف، بس ما عاد اتأخر عليكم ابدا. كل مرة بحكي وانا عم بكذب شوي بهاي الاشياء اللي عم بحكي فيها، فلازم انا كل مقطع اني انزل فيه. لفتوا يا جماعة؟ فهلأ خليني لحظة الاعدادات ضو. اوكي يا شباب، هلأ لحنا في شهر رمضان نفس ما قلت لكم هذا البرنامج رح بيطلع تقريبا كل يوم، كل يوم على حسب يعني مثلا من اليوم لحنا. اوكي يا جماعة، فوق البرنامج كل يوم بمناسبة شهر رمضان المبارك. طبعا هون احنا ابلش اجيب نفس هاي النوع الكاميرا اللي طالعة قدامكم من هون، بركي بتطلع هلا. هاي هي نوع الكاميرا فخامة، يمكن انتو ما تصدقوا. رح اجيب كاميرا جديدة ان شاء الله باذن الله، عن شان التصوير عن شان التزبيط. عم زبط انا بالمونتاج في اللابتوب نفس ما قلنا لكم ان شاء الله. طبعا لا تنسوا الاشتراك، دائما رح اذكرك لحتى تكبس اللايك والاشتراك والسبسكرايب، لانه كل هدول مهمين علينا. وهلا خلينا نسيب كل شيء بمكانه وخلينا عن البرنامج. البرنامج هو عبارة عن فوز بايفون، بمصاري، بمطابخ، بسيارات، باكثر من نوع. لا تنسى التصويت، احزر شو عليك، بس عليك شغلة واحدة، تنزل تكبس زر اللايك والسبسكرايب والاشتراك. مين يلي بفجر المشاهدات في هذا المقطع والاشتراكات والتعليقات واللايكات والسبسكرايب، كلكم رح بتفوزوا يا جماعة بمناسبة شهر رمضان المبارك ان شاء الله. طبعا رح بيكون اكتر من هدية، والفخامة ما بتنتهي من هذا الفيديو. طيب يا جماعة، كتير بحكي طيب يا جماعة ويا جماعة. طيب لهون لحنا خلصنا الفقرة الاولى من شهر رمضان المبارك، خلينا ننتقل لفقرة الثانية، هي الصلاة والعبادة في رمضان. الصلاة والعبادة في شهر رمضان، أهم ميزات شهر رمضان والفخامة. أستاذ يعني بعيدة عن لكم إنه بشهر رمضان يعني لا توزن، مو بس الصيام يعني بشهر رمضان هو الصلاة والعبادة وقراءة القرآن وأكثر من شيء، وإنك ما تسبسب وتكفر، أهم شغلتين تعملها في شهر رمضان. طيب لهون لسه ما انتهت مع قطعنا. نفس ما قلت لكم اشتركوا، فعلوا زر التنبيهات وحطوا اللايك، لانه هاي المسابقة رح بتكون مجانية، ومو كل مرة بعمل هاي المسابقة، وكل مرة رح بيكون عندكم اكتر من مسابقة على الانستغرام. تسلوا عملوا لي فولو ومتابعة على الانستغرام تابعوني. اوكي يا جماعة، بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا وان شاء الله يكون عجبكم. امتى بيصير الافطار؟ ما مصدق امتى يصير لحتى اكل وقول.